اهلا بحضراتكم مره تانية. بالتاكيد الترند من الحاجات اللي طول النهار والليل والله بدا عليهم، يعني منه لله اللي عمل لنا موضوع الترند، بقينا بنشوف حاجات اعجب من العجب، ما بين بقى مقالب، ما بين تحديات، ما بين حتى العاب بتاثر على اولادنا وللاسف في بعض الاحيان، ويمكن كلنا فاكرين الحوت الازرق وتحدي الاختناق والمش عارفه مين اللي على المواقع كتيرة، مش هقول على موقع بعينه لكن على مواقع كتيرة جدا، تحديات في اللبس وفي الشكل وفي الأداء وفي كل حاجة في الحياة، وللأسف الولاد الصغيرين بيتأثروا بيها بشكل كبير جدا، وبتؤدي في بعض الأحيان ان هم يفقدوا حياتهم. ازاي نقدر نحمي ولادنا من ده، من التأثر بهذه الترندات، وما يبقاش دي حاجة أساسية؟ تلاقي الأطفال الصغيرين بيطلعوا يعملوا فيديوهات فوق السيئة، والواحد بيسأل أهاليهم فين علشان يطلعوا ترند، حتى لو كان الفيديو ده في منتهى السوء اللي في الدنيا. هنتعرف ازاي ان احنا نحمي ولادنا من ده، وازاي ان احنا نخليهم يفكروا بشكل مختلف، من ضيفتنا الكريمه الاستاذه مريم الشفاي، استشاري تربوي. اهلا بحضرتك وصباح الخير ويوم سعيد يا رب ان شاء الله. صباح النور، يوم سعيد عليكم. اهلا بيكي يا استاذه مريم. يعني في بعض الترندات العبيطه اللي ممكن تعدي مرور الكرام، ما فيش منها اذى قوي، يعني غير ان هي بتبقى تضييع للوقت. لكن في ترندات بتبقى نتيجتها كارثيه على الاعمار الصغيره تحديدا، اللي بيكون نسبه الوعي بتاعتهم قليله، مش مدركين لمخاطر اللي هم بيعملوه. شفنا في بعض الاحيان حوادث انتحار، حوادث شنق، يعني حاجات مرعبه. ازاي بتاثر الترندات دي على الاطفال، وايه اللي بيخليهم يعني يسعوا لتجربه مثل هذه التحديات؟ اوكي، طيب خطوة أولى، هم الولاد أصلا مشدودين لده لأنه عالم جديد عليهم. المراهقين بداية من 9 سنين هو عنده إثارة، عايز يجرب الجديد، عايز يشوف إيه اللي بيحصل. أي حاجة بيلاقيها بيتجمع هو وأصحابه وبيقولوا يلا نعمل ده بدون إدراك لمخاطر ده. هم لحد 21 سنة ستيل قراراتهم لسه غير مكتملة، هو مش قادر يقيم حجم المخاطر اللي حواليه، فبيروحوا يتحركوا مع بعض كلهم بدعوة انه يلا نعمل مقلب، يلا نعمل هزار، وبعد كده فجأة تتفاجئ انه في الولاد في المستشفيات، حد في غيبوبة، ساقوا عربيات من وراء اهليهم وحصلت حادثة كبيرة جدا. لسه كان في حادثة شهيرة طالعة في ولاية في امريكا، انه مراهق حط قطة في خلاط وشغل الخلاط عليها، والناس كلها كانت هو ازاي ده بيحصل، ازاي قدروا يعملوا ده. الحقيقة ان هم من كتر ما بيتفرجوا على افلام رعب، مراكز الاحساس اللي في مخهم احساسها بالالم بيتغير، لانه افلام الرعب مش زي زمان ما احنا كنا بنتخض ونقوم بالليل مفزوعين. انا بحب افلام الرعب اتفرج عليها، بس مش معنى كده ان انا اعمل جريمه. لا، هو حسب افلام الرعب واصله لاني ليفل. حاليا الحاجات دي بتاثر على مراكز الاحساس في المخ، فهو بعد بيقعد طول النهار يتفرج على افلام، احنا بنتفاجئ انه بعد 3 4 شهور الحاجات اللي كانت بتوتره وبيخاف منها اعتادها، خلاص بقت عادي، وبقى هو ممكن يسبب ألم. يعني أنا فاكرة في تحدي من التحديات حتى احنا كنا اتكلمنا عنه هنا في البرنامج، كانوا بيتراهنوا هنخنق بعض ونشوف مين هيستحمل وما يموتش. يعني ده تحدي يعني ليفل غريب جدا. الأكسجين ما وصلش للمخ، فأنت أغمى عليك حسب لحقناك ولا لا. بالظبط، هما بيجربوا مين اللي هيقدر يقاوم الموت. هي الحقيقة أنك مش هتقدر تقاوم الموت. فكرني بلعبة كانوا بتتقال في سياق نكتة، اللي هتخبطوا عربية يطلع بره، بالظبط، واللي هينط من الشباك ويكسر يبقى هو. في تحدي تاني ان هما بيمسكوا بعض ويروح حادف وحادفين صاحبهم في وينزل بقى ظهره يتكسر، مش وحصل بالفعل ان حصلت يعني في احد المدارس بالظبط ان هو ظهر الولد عيني اتكسر واتشل. فاحنا بنتكلم في مستوى غريب جدا من التحديات. ده اثره او يعني السبب فيه، مش هنقول اثره، موضوع الادرينالين وان الحاجات دي بتحرك او بتعلي بالفعل الادرينالين عند الاطفال وعند المراهقين بشكل اخص. يعني دي حقيقه، هم عايزين يوصلوا لافراز هرمونز عالي جدا، اوفر دوز هرمونز، لما بيمروا بالتجارب دي مش بياخدوه في العادي. لما احنا نقول لهم عندك ماتش كوره وهتاخد ميداليه، انزل تمرينك 10 ساعات وشوف هنوصل لايه، انت طلعت الفرقه بتاعت النادي، هم بيدوروا من كتر القعده على السوشيال ميديا. فبيوصلوا التعرض لكل الحاجات دي بيخلي الهرمونز بتفرز بكميات كبيره جدا وبيحصلوا عليها بسرعه جدا. اي سن بيبقى اكتر التأثر ده؟ التأثر بيبدا من 8 و9 سنين الى ان 16 و18 سنه، لما يبداوا الولاد يقيموا لا هو ده صعب، احنا فقدنا حد من اصحابنا. لما نحضر جنازه مع الولاد ونشوف انهيارهم وعياطهم وكل اللي موجودين في الجنازه 16 و18 سنه، هم ما كانوش مدركين ان احنا هنوصل للقطه دي. اللي يعني اللي حضرتك بتقوليه واللي بنتكلم فيه النهارده ده مرعب لاي ام، يعني بصراحه مهما كانت هي حريصه وبتاخد بالها، احنا في عصر
مفتوح، عصر السماوات المفتوحه، السوشيال ميديا طول من كل جهه، التلفزيون، عدد قنوات لا محدود. اذا كنت هتحاصر ابنك في البيت، هو بيروح مدرسه وبيروح نادي وبيقابل ناس، ازاي اقدر احمي اولادي في كل يعني العالم المفتوح ده؟ انا بصراحه مش مع خالص كلمه ان احنا محتاجين نحاصر الولاد في البيت ابدا. الدنيا مفتوحه قوي قدامهم. انا محتاجه من بدري قوي ابني علاقه بيني وبين الولاد، يبقى في حافز داخلي انا بصنعه جواهم. فتره الطفوله هدفها ان انا ابني حافز داخلي جوه الولاد، حافز داخلي للتعلم، حافز داخلي لاكتساب الخبرات، حافز داخلي لانه يبقى مميز بطريقه. هما كده كده عايزين يتبروزوا، لو ما تبروزش في رياضه وفي حاجه هو مميز بيها، في انشطه هو بيشارك فيها، يروح يتبروز وهو بيسوق عربيه وبيعمل مشاكل في المدرسه، وبنجيبه من المستشفى وبنجيبه من القسم وهكذا، مع ان الولاد بتبقى خلفيتهم الاجتماعيه كويسه جدا. ازاي وصلنا للقطه دي؟ فالبيت العامل الاول. ارجوكم بلاش مساحه رفض المراهقين اللي فيها انت كلك على بعضك وحش، انا ما اعرفش ده مين، هو بيقول اهلي دول مين من كتر الخناقات. واحنا كاهل بصل لهم البصه، مين ده؟ ده مش ابني او دي مش بنتي او انت فاشل او انا رافضاك كلك على بعض، او انا حاطه صوره معينه عايزه اوصل لها، انا ابني المفروض يبقى في الصوره دي، لو انا ما وصلتش للصوره دي يبقى انا فشلت ومش قادره اواجه العيله والاصحاب. ده بيوصلنا لان في اضطراب اسري عالي جدا 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 الولد بيوصل فيه، لانه ولا عارف نفسه ولا عارف مين العيله دي. يبقى اكتر في البنات ولا الولاد؟ يعني دايما بنسمع انه تربية الولاد أصعب، يبقوا متمردين أكتر. كان زمان كان زمان تربية البنات، دلوقتي صعبة جدا جدا لأن هما بيمروا بنفس التحديات. بس فما فيش تربية البنت أسهل وتربية الولد أسهل. هل في مؤشرات معينة الأب والأم يبتدوا يتابعوها؟ لو ظهرت أبتدي بقى أن يبقى لازم يبقى في تحرك جاد علشان ابني ما يقعش، أو بنتي بالتأكيد ما يقعوش في مشكلة من المشاكل دي؟ عصبية شديدة تعب الليل دي، نقول عمل وعمل وعمل طول النهار، فخلاص أنا مش عايزة أقعد معاك وأنا هفضل في أوضتي. نتيجة المفروض هو ايه اللي يحصل في قعدات او تجمعات العائلية دي؟ امتدح حاجة حلوة حصلت طول النهار، اشاور انه نزل تمرينه، ابروز صفة كويسة، حاجة صغيرة قوي هو شاركني فيها، اشجع على حاجة معينة، احكي قصص. يا جماعة الولاد بيتعلموا بالقصص مش بالاوامر، هتدي اوامر هيعملوا عكسها تماما. قوموا صلوا مش هصلي، انزل تمرينك مش هنزل تمريني، امسك كتاب اقرا مش همسك كتاب اقرا. فممكن نحكي قصص عن شخصيات ملهمة ونماذج لناس، ناخدهم يقابلوا ناس، نشاور على القصص دي. بدون زعل، الكلام ده مش يعني نقدر نقول ايه، رومانسي شويه يعني؟ اقعد انا دلوقتي احنا في زمن، معلش يا دكتور، يعني صدق. احنا في زمن نقعد مع شباب مراهقين اقعد احكي لهم قصص، فالقصص دي هتعلموا منها؟ لا مش قصص، يعني قصص من ايوه ما انا مش فاهمه. لا نماذج ملهمه لناس احنا بنحكي عنهم، موجودين على السوشيال ميديا. دماغهم دلوقتي كده، هم ما زالوا بينجذبوا للشخصيات اللي حققت، الشباب اللي حققوا ميداليات في بطولات، اللي طلعوا مسابقات بره مصر، اللي اخذوا منح، ده موجود. طب هو الشاب هيتقبل موضوع الحكايات اللي هي ده انا عندي واحده صاحبتي بتعمل كذا؟ أيوة انا فاهمه، انا فاهمه، مش قصص هو طبعا مصوره، انا فاهمه طبعا. هو الشاب او الفتاه هيتقبل القصص دي من اهله اذا كان في علاقه صداقه مسبقه. أيوة. اذا ما كانش ده حاصل، يعني لو في ام او اب بيسمعنا دلوقتي ولاده في المرحله العمريه اللي هي المتمردين فيها دي وما فيش ما بينهم العلاقه الصداقه، ازاي ممكن يلحق أو يحسن العلاقة؟ إلجأ لمساعدة استشاري أو متخصص يحاول يبني العلاقة بينكوا أنتوا الاثنين، لأنه في اللقطة اللي أنا ما بنيتش فيها دي هو أي حاجة أنا هقولها تبقى مرفوضة، وأي نشاط هشاور عليه. يعني طب ما حضرتك استشاري تربوي، إحنا بنلجأ لك دلوقتي ونخلي كل الأسر برضو يستفيدوا برضو من وجودك. ركزوا معانا بقى، إيه يعني قولي لنا كده أساسيات لو كل أم أو أب عملوها يقدروا يحسنوا العلاقة مع أولادهم ويبنوا علاقة صداقة قوية؟ شاركوهم أنشطة، ابنوا ثقة، بطلوا لوم وعتاب وخناق على في تفاصيل ينفع نفوتها، وفي حاجات كبيره ينفع نقف عليها. الحقيقه ان احنا بنقف على كل التفاصيل، يعني بنصحى الصبح نبدا ننتقد. انا دلوقتي لما انا هوجهه هو مش هيسمع كلامي، يعني هشاور على انه في ايفنت معين عايزاه يحضره، هطلب حد تاني لسه في علاقه بينه وبينه هو اللي يشاور له على ده. وكتير من امهات يقول له تعالى معايا لكن انه يلا انا اللي عايزه اخدك من ايدك اوديك ده وانا ما فيش مساحه دي بيني وبينه، هو هيرفض تماما. وكتير من امهات بيقولوا ده صراحه، لما انتوا اللي بتطلبوا منهم ده الولاد بيروحوا، ولما انا اللي شاورت له على النشاط او الايفنت ده رفض تماما. ده نتيجه لان العلاقه بيننا احنا الاثنين متدمره تماما. اسمحوا ببعض المساحات البسيطه اللي فيها هو عايز يجرب، بمساحه حريه صغيره مش بمساحه حريه غريبه قوي. خليكوا قريبين بس مش بنراقب،
مساحة حرية صغيرة. يعني مش حرية مطلقة، بمعنى أنا بنتي دي خرجت ورجعت الساعة 1 بالليل ما كنتش عارفة هي فين. أنا مدية مساحة حرية بس حاطة ليميت للحرية. ما تفاجئش إن أنا صحيت الساعة 3 الفجر ما لقيتوش في البيت. ليه؟ عشان أنت براحتك يا حبيبي، معاك مفتاح العربية وأنت تحت السن اللي المفروض يبقى فيه رخصة، وتحرك وانزل وارجع وأنا أوكي. هدي حرية وهقول له إن أنا مدية حرية، بس الحرية دي مقيدة ليه؟ بفريم، لأن ممكن تحصل كارثة أنا ما لحقكش فيها. دي حاجة عظيمة جدا، وخصوصا بقى خلي الختام بالكلام الحلو اللي انت قلتيه، يعني لازم نخلي احنا مع الحرية طبعا، بس مساحة حرية لازم يبقى لها أول ولازم يبقى لها آخر. كل الشكر ضيفتنا الكريمة أستاذة مريم الشافعي استشاري التربوي، شرفتينا وقفتينا بشكل كبير جدا. خلينا نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.